هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليشرف مقام الهجرة. اوعى تقول هرب من قريش عيب. عيب. عايز النهاردة نتكلم كتير عن العيب في حق النبي، ما يلقش بينا كده. هاجر ليشرف مقام الهجرة، ويثبت ذلك قول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يبقى النبي كان مهاجر ليه؟ عبد مأمور بذلك. مين اللي أخرجه؟ كان يصح مفهومك لو الآية بتقول كما أخرجك قومك، إنما مين اللي أخرجك؟ ربك. طب خرج النبي وترك الدنيا كلها وراءه من مالها وعيالها، ما هم خيروه. عايز ملك ملكناك، عايز عيال عطيناك، عايز فلوس عطيناك. قال لو أن الشمس في يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى أموت أو أهلك دونه. أدي سيدنا النبي بشجاعته صلى الله عليه وسلم، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وغاية ما يثبت ذلك أنه خرج من بيته امتثالا لأمر الله، وأنه في سابق الكتب كتب الله عز وجل عليه أن يخرج مهاجرا من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة. ثالثا، كفاك كفى لأهل لمشركي مكة آنذاك أن يستشعروا جفاء خطاب أنه هاجر، أنه إيه؟ هاجرهم، تركهم. ما قالش النبي فر منهم، ما قالش ربنا فر منهم، أمال إيه؟ هاجر إلى الله، خرج مهاجرا إلى الله. اسمع بقى ودليل إثبات ذلك. تيجي أم جميل تقابل النبي وسيدنا أبو بكر وهم ماشيين، تقول له أين صاحبك؟ فيبص لسيدنا أبو بكر يقول له: يا رسول الله، أهي لا تراك؟ قال: لا تراني. الله أكبر. الله. فأنزل الله قول الله عز وجل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذا لو عايز سيدنا النبي يعيش في وسطيهم وما يشوفوش، دي إمكانية من الإمكانيات المحمدية، خاصه من شمائل النبي إن اللي النبي يرتضيه يشوفه بس، حتى الظهور الفعلي الجسدي. حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له من الله من الكمالات المحمدية أنه يغيب عن عيون من لا يريد أن يراه. أهي لا تراني؟ قال له: لم ترى. يا رب يا رسول الله، أنت جامد. هي قال له: لا، دي ما تشوفنيش. زي كتير من الناس المحجوب عن ذلك المعنى، المش مطلوبة لذلك المبنى.